السلام عليكم حكي شباب، معكم مي وجايب لكم مقطع جديد. زي ما حكينا عن هذا الموسم بانه اسوء موسم في تاريخ اللعبه، بس كان في اشي منيح هذا الموسم، واللي هو على تاير 25 بيفتح عندك الباك الليجندري اللي بيطلع لك سلاح دي ال سي مميز. طبعا اللعبه نزلت 6 اسلحه مميزه، وانا بس بدي واحد منهم، بدي البوليستيك نايف. بدي اياها بشكل مش طبيعي. طبعا زي ما انتم شايفين عندي 4 باكات عاديه، والخامسه راح تكون الليجندري، فراح افتح الاربعه اول شيء وبعدين نفتح الخامسه على امل ان نجيب في الخامسه البلاستيك نايف. اعطيني الترا، اعطيني الترا، اعطيني الترا. اوكي بدايه، شو هذا؟ يلا الترا مشان الله طلع. اوكي هذه لحظة الحسم، الباك الليجندري. هسه ايش بدنا؟ بدنا بوليستيك نايف، بدنا اياها بشكل مش طبيعي. يلا بسم الله اعطيني اياها مشان الله بوليستيك نايف. شو هذا؟ انا مهتمش بهذا الزفت، انا كنت بدي سلاح دي ال سي، ما كنتش بدي. اخ يا دين محمد، بتعرف شو البكر؟ بتعرف شو البكر؟ اني عن جد كنت متامل اجيب السكين من هذا الباك. هذا البكر، طلع طلع عليها شو محلها. طلع 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 عليها، طلع خرافيه. بس سؤال بسيط، بس بدي اعرف يعني شو بفرق هذا عن هذا بالضبط؟ لا طلع 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 عليه، شو بفرق هذا عن هذا؟ ها شو بفرق؟ شو تغير؟ لون؟ لون؟ هذا اعطتني اياه لون؟ في له تحولات على الاقل؟ تحولات؟ فيش تحولات، بس اعطيك 25% اكس بي زيادة، بديش اكس بي! هلا لا تفهموني غلط، السلاح مش بطال، اوكي؟ المشكلة اني كنت متأمل لك يصير عندي سلاح جديد، اني العب هذا الفيديو يكون اصور سلاح جديد، مش انا قاعد بلعب بسكن. اوكي هذا اكل جي جي انا. مش وانا قاعد بلعب بزي سكن على سلاح بعرفه من زمان. اوكي بس في مطرقة يعني هسا. اوكي تبع المطرقة هذا راح يزلطني. صراحة بكره هذا الماب. مش اظن بكره بس بحبوش. هذا الماب الغبرة فيه تكهر بشكل مش طبيعي. يا دين محمد! أول جيم، أول جيم، عشان هيك أنا مش مركز شوي. أول جيم منطقي إني ما كنتش مركز في أول جيم، وبرضه أنا استعرضت لضربة نفسية قوية. ف وين راح؟ دخل سكين. يا الله مش شايف إشي، مش شايف إشي في الغبرة، مش شايف إشي في الغبرة هاي. أوه مشان الله شي. زي ما حكيت سلاح مش بطال، بس مش هذا السلاح اللي كنت بتأمله. كنت بتأمل سلاح جديد. مسعود انت افشل. معلش انا ايش هذا؟ اول مرة بشوف هذا. انا شوية تريجرد اكثر شوي من الطبيعي يعني. اوكي هنا في اعداء وانا مش شايفكم، يعني هذا الماب واو واو. لازم احاول اهدى شوي، اوف لازم احاول اهدى شوي. واو واو يا فأر يا جرذ متخبي في الغرفة ليش؟ ابوك محترم. راح السيف، راح السيف. انا مش عارف اللعبة ليش كيف تعمل فيي. انا بوصل تار 25 وكلي امل انه راح يطلع لي. اسمع بديش السكين، كنت بدي سلاح، كنت بدي سلاح. هذا كان اقصى احلامي، سلاح.
انه بس اللعبة قررت انها تحكي لي لا مسعود راح نعطيك هذا السلاح منيح راح نعطيك هذا السكن الخرا وندخلك ضد هذا اللوبي اقتلوه هيلث صفر هيلث صفر الحك علي بلعبها اصلا الحك علي بلعب هاي اللعبة اصلا انا الحمار اللي بلعب هاي اللعبة اصلا او لا 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 حيوان انت وسنايبرك هسا بفرجيك شو بدي اسوي فيكم بالسيف يا زفتي منك اله تعال تعال حيوان كلب حثالة تعال بدي كمان واحد تعال يا شوتجن تعال بدي كمان واحد تعالوا انت هان تعال سنايبر تعال بهتمش اذا جيت بهتمش اذا موت من الشيلد المهم اقتلك يا كلب شكو بتستاهلوا تموتوا كلكم راح نخسر لا ديش اخسر ضد هذول مشان الله خسرت ضد هذول الحثالة انا خسرت بهذا السكن الحثالة على هذا الماب الحثالة اه بكره هاي اللعبة بكرهها ليش بعمل هيك في حالي خلص الوضع ريلاكس مرحبا اتس مي ماريو طبعا هذا انا مسعود بالمستقبل لاحظين اني اهدى شوي حاليا هذا عشان رحت على دكتور لا 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 طبعا كنت مصور كمان جيم وزبطت فيه هذا الجيم هسه شايفينه باللعب هسه مسرع صورته بس الصوت خرب فكنت مزبط فيه وكنت هادي مصيحتش بالمرة فبس تخريب صور التصوير خرب بس تخافوش عشان انا يوتيوبر منيح عملت لكم منتج صغير من منتجاتي الممتعة فيب استمتع Boy. شايف كيف يقول شباب هذا راح يكون هو المقطع وتدخل البرستيج يس دخلنا وصلنا برستيج 7 قربنا على البرستيج ماستر هيك وصلنا هذا المقطع عشان المقطع عجبكم نصيحة مقطع اليوم راح اسلم على نصيحة كل مقطع لا تغضب وبس هذا كان معكم ايوب السلام عليكم